السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يفقهوا أو يلقوا يفقهوا قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ماشي، أنا حبيت أجيب الغين بدال القاف، ما عرفت. يفقه قولي، ما ظنيتها بتطلع معاكم يا أهل السودان. أهلين أهل السودان، أهلين فيكم كلكم جميعا، حياكم الله. بصراحة أهل السودان حبايبنا، وبنفس الوقت يعني بحزن عليهم لأنه لهجتهم عاملين لهم مشكلة كبيرة في حرف القاف والغين. في مشكلة أساسا في اللهجة، أوكي، لكن برضو في مشكلة عدم انتباه. عدم انتباه، خلينا اليوم نوضح شو الفرق بين القاف والغين وكيف نفرق بينهم، وها بعدين بعد ما تفرقي بينهم بدك انتباه وانت تلفظي الحرف، يعني بدك تلفظي الحرف القاف، اعرفي وين بدك تحطي لسانك، بدك تلفظي الغين، بدك تعرفي وين بدك تحطي لسانك او من وين بدك تخرجين. طيب المشكلة انه في واحدة بعتت لي الفاتحة المستقيم، مرات بتجيبها صح بعدين مرات بتجيبها المستقيم غين، مستقي غين، في فرق كبير، في فرق كبير. الحمد لله الذي عافانا والله يا ربي يقدرهم. ولكن انا في يوم من الايام سنة من السنوات درست 18 و يعني في فصل واحد 18 اخت كلهم سودانيات في مدرسة دار الهمم، بفضل الله جابوا حرف القاف وسجدت لله شكرا يومها. واذا حدا فيهم بتفرج علي بيتذكر هالحكي هذا، حتى كتبوا في ايامها كتبوا في شعر سود مدحا. هذا فضل الله مش مني، بس بدك تنتبهي وانت بتجيبي حرف القاف، وبدك تنتبهي عند حرف الغين، ما تقرايش وانت يعني هيك تقراي من غير ما تكوني مركزه، بس هذه هي المشكله. طيب اولا مخرجا يختلف، القاف هذا هو مخرجه، شايفين وينه؟ أقصى اللسان مع الحنك إيش؟ الأعلى، قا أقا، رددي معي رددي معي، أقا أقو. عملية قرع الحرف في القاف أقا أقا، واضح؟ نقر هيك، فتنتبهي لانه الغين لا، الغين ما فيش فيها هذه الحركة، عشان تعرفوا كيف تجيبوا الغين وتجيبوا القاف. طيب هذه عرفنا وين مكان القاف، هذا هو المكان. ايش اللي بيخلي اهل السودان يروحوا بدل ما يجوا هنا يروحوا للغين؟ لانه الغين ببساطة شوفوا القاف هنا، تمام، قلنا هنا الغين وين؟ في الحلق، في الحلق بس، ويعني قريب منه، قريب من القاف، في الحلق قريب من القاف. هاي مشكلة، المشكلة القرب المخرج. لكن الصفات تختلف، شوفي صفة أهم صفة للقرع اللي هي الشدة في القاف، أق أق، لكن الغين أو أو، شوفي كيف بيجري الصوت، في جريان صوت، أو أق أو. ففي فرق، في فرق بين قاف وغين من حيث صفة الشدة والرخاوة. الغين رخاوة، القاف شدة، القاف قرع بالشكل هذا، الغين لا، ملامسة ملامسة، تمام. طيب هذه أهم شيء، أهم صفة هي اللي بتحدد لي أنا بجيب قاف أو غين. طبعا لما تيجي عند الاستعلاء الغين مستعلية والقاف مستعلية،
طيب نيجي عند الانف الهمس الغين او مش مهموسة والقاف مش مهموسة، لا هاي ولا هاي، مجهورة مجهورة. اذا تساووا بصفة الجهر وتساووا بصفة الاستعلاء. طيب نيجي عند الشدة والرخاوة، هنا لا هذه رخاوة وهذه ايش، هذه ايه، هذه قاف، تمام، قاف شدة والرخاوة للغين. نيجي للصفة الرابعة اللي هي انفتاح او اطباق، التنتين منفتحين، الغين منفتحة. واذا الصفة الوحيدة اللي بتخليني اعرف وين انا هل الفظ غين او قاف هي صفة الشدة والرخاوة، تمام، خليكي معي. اذا طيب صفة الشدة انا شرحتها قبل هيك، صفة الشدة عبارة عن ملامسة، ملامسة مخرج، اذا انا هنا باجي هنا ما بقرع بقوة، بالعكس بلامس المخرج عشان تطلع معايا الغين. طيب القاف لا، بدي شدة، بدي شدة وقرع قوي، قرع قوي، اقو قو اقو، تمام، هذه اللي بدك تركزي فيها مخرجا وصفة، صفة الشدة وصفة الرخاوة بدك تركزي في المخرج. طيب اللي بتقول لي المستغيم، مستغيم، انت شديتي عملت مستغيم، مستقي طي قا طي المستقي، شايفي كيف طريقة القرع طي، فانت لا تقولي المستقيم مستغيم، انت بتقرأي وانت مغيبة، لازم تركزي، لازم تركزي، لازم تركزوا يا اهل السودان في القاف لين ما يصير عندك اشي طبيعي، ويا ريت ويا ريت تغيروا اللهجة في القاف بالذات، ان تخلوها قاف ما تخلوهاش غين ابدا، لهجتك مش كل تعبك وانت بتتعبي عشان تقرأ القرآن صح بعدين عشان لا عيب اغير لهجتي، لا انا بغير لهجتي اذا كان للقرآن، لكن ما بغير لهجتي لاي حدا تاني، تمام. فعندك القاف بدك تنتبهي انها قرع، قرع قوي، قرع قوي، قا قا قا. طيب انا كيف اتدرب عشان ما اخربطش، بدي اياك تجيبي لي كاف قاف غا غين كاف، ليش انا بدي الكاف؟ عشان بدي اياك تتدرجي، تتدرجي من كاف الى قاف، الى الكاف هي قريبه من القاف، وعشان تمشي بالشكل هذا كاف قاف غين، فايش هتقولي؟ اك، بنفس اسلوب اك اك، والقاف اق 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 بالشكل هذا، الغين لا هتقولي او او او، واضح الكلام، بدك تتدربي بالشكل هذا اك اق او او. ليش ما دخلت القاف مع الخاء مثلا، الخاء جنب القاف الغين يعني فوقها، لا الخاء عندهم يعني الأقرب إلى القاف اللي هي الغين، الخاء أبعد. واضح الكلام؟ إذن إيش أعمل، إيش أساوي عشان أتدرب صح؟ بدك تجيبي هذا التدريب أك أق أو أك أق، وتنتبهي لنفسك وين بتضربي المنطقة اللي بتضرب القاف وين، أق أو، واضح؟ طيب نفس الوقت هتجيبي بعد ما تتدرب كتير وتحسي ويصير عندك ألم في منطقة القاف، الغين مش حيصير عندك ألم فيها من كتر التدريب، التدريب حيصير وين؟ في القاف. ليش؟ لأنها شديدة، والضر أظن أقول أق 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 أق، خلاص حيصير ألم في منطقة القاف، هتعرفي إنه هذه منطقة القاف.
بعدين حتجيبي لي كلمات اللي انت بتتقنيها كقاف، زي ايش؟ الدعاء اللي انا قلته في البداية وحاولت اني اخربط فيه بس ما عرفت، اعتقد ما حتجيبوه بالغين ابدا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، عقدة، عقدة من لساني. عق حتجيبيها غق، عق مش حتقدري تجيبي الغين هنا اعتقد. يا ريت تبعتوا لي اصواتكم يا رب وتقولوا لي صح كلامي ولا لا، لاني انا ما مش سوداني وما بعرف يعني، ما جربتها مع حدا الى الان. فاعتقد في كلمات لابد انك تطلعي حرف القاف مش حتغلطي فيها، بس كلمة المستقيم لا حتروح تغلطي، حتقولي المستقيم مستقيم. فتنتبهي اول اشي تتدربي على الكلمات اللي بتجيبي فيها القاف صح. اول اشي قلنا اك اق او، اك اق او، وتجيبي الغين بطول رخاوة زمن الرخاوة. بعدين حتجيبي لي كلمات تحاولي وتسمعي نفسك وتشوفي هل المنطقة اللي آلمتك من كتر ما انت دربتي عليها هل هي اللي بتستخدميها ولا بتستخدمي لي المنطقة الثانية. حتجيبي لي يا كلمات فيها قاف ساكنة، قاف ساكنة وغين ساكنة. دوري في القرآن طلعي كلمات فيها غين ساكنة وقاف ساكنة وحطي تسجيل واسمعي صوتك وانت بتجيبي القاف وبتجيبي الغين. طيب صح تمام. نروح للمتحرك، هي المتحرك هي اللي فيها نوع من يعني الصعوبة. ليه؟ لأنه الأزمنة تتساوى في المتحرك، يعني الغين تتساوى في القاف بالمتحرك. طيب ايش نعمل هنا؟ بدك تنتبهي برضو تحطي تسجيل وتسمعي نفسك، بدك تتعبي شوي لين ما يصير عندك الموضوع سهل ميسر. وانتي بتجيبي انتبهي انك بتطلعي فوق، ما بتروحيش لورا، تطلعي الى الاعلى في القاف، ما بتروحيش الى الجنب اللي هو الحلق. اعتقد هيك بالتدريب هذا باذن الله، باذن الله حتوصلوا الى قاف صحيحة. ومعي شوية والله صار زوري وجعني، حنجرتي صارت وجعني بسبب قاف قاف قاف. فاعملوها حتتعلمي مع الالم انه مش حتغلطي مع القاف والغين باذن الله تعالى، وامورك حتصير مية مية باذن الله تعالى. اعتقد هذا الطريق السهل الميسر اللي حتقدري فيه تتقني حرف القاف وتفرقي عن الغين. اق اغ تمام. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ويا ريت اذا صار واتقنتي تبعتي لي صوتك وتقولي لي جزاك الله خير، وتعلقوا تعليقات لو سمحتوا، لايكات وهالاشياء هاي عشان غيرك يستفيد ويوصل لغيرك. والدال على الخير كفاعله، وحنجرتي صارت توجعني من كتر ما قلت قاف. الى اللقاء، يلا سلام.